انا نفس ساعه مايك مع نفس ساعه في الجو البني ادم هذا واحد يشتهي الدوار المصري الساعه 3 الفجر المول مقفل يبي يدخل ياكل هذاك المصري طيب والمول مقفل طيب وسويت كم اتصال طيب حندخل الريتسي كيف اتحداك اسمع لو فيها مشاكل من البدايه خرجوني صح وانا الى الان انا من البيت اقول له اتحداك وحنركب الجولف كار ايوه وحنلعب استغمايه وحنروح ناكل اكل مصري يا سلام امشي امشي قلت لك حسويها دخلنا ممكن تصور يا دقيقة اسمع احنا حنخرج المحل شيء يا شباب نظامي وضع ده قال لك حنلعب انا خايف الريتسي مقفل وحناكل بس بعرف كيف حيفك المطعم انا رايح اخذ مفاتيح الجولف كار بس سحبي ياهو الحين احنا قاعدين نلعب حناكل مصري والى الان بيصدق في كلامه كله جولف كار هذه قوية يا اسامة حناكل مصري ولا ما حناكل؟ حد يسرق ولا حد الحين من جدك حسابك صح؟ ايوه انت من جدك حتسابقه؟ ايوه طيب يلا ها ثالث بوري ها اهم شيء لا تصدموني واحد بالبوري بالبوري يلا بالبوري فصلت بالبوري العب يا لعيب فزت على سحس فصلت هي ايش انا 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 سيارتك اسرع من سيارتي في غش بيقول في غش انت اخترت سياره سريعه سمسم سياره صح سمسم 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 انا بجرب سيارتك بجرب حتنزل ولا لا ترى هو جيعان ممكن ياكلك بس ما اقول لك يلا اعاد السباق ها 3 والله حنفوز شايف؟ والله حنفوز والله حنفوز والله فزنا يا خوي الفارق كبير شوف 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 يا اخي ايش الانتصار ده طعم الفوز اي رجل على رجل ونفوز رجل على رجل يعطيك العافية حبيبي شوف على الهادي على الرايق فزنا 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 بيصدق فزنا هذا ما ابغى خلاص اسمع 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 والله نازل طب اسمع 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 دحين الفؤاد نتيجه 1-1 الفاصل ايش؟ الفاصل ايش؟ ايش الفاصلة؟ لا لا استنى الفاصلة دحين لا لا استنى الفاصلة ولا جري ولا شيء انك حتفك الدوار ولا لا والله نحس كل ده التعب اللي متعبنا هو الله. عشان نرجع ننام ايوه صح جيت لعبنا فريش هذه سهله انا اقدر اسويها قابلنا عند المطعم اوف قابلنا عند المطعم طب خذ معك خذ معك لا يا عبد الله يا مفتوح يا عم قلت لك والله قلت لك دحين ايش؟ دحين هو شوفه جاكوب شوفه نجي ما دقيقة الرجال بجد واحد ملوخية وواحد ملوخية بالتقلية عايزين حاجة من تحت دقيقة انت انت بجد شغالين؟ اه شغالين اتفضل تسوي لنا اكل وكل شيء؟ اسوي لك ملوخية بالتقلية الحين هذا ما يمزح والله سواها وقدرنا ندخل نداهم الدوار المصري طلع حسين دق على صاحب المطعم وفك له المطعم فاكثر من كذا تشبيه لا بدون كلام بدون كلام ايش جوعني ما بدايه كذا باكل خش جوعني خش جوعني اسم فك باري نس بار كورا كاس مي كول اون اونلي جيتين او دوز ام جون بول يو كلوز Okay with you. If the mountains on the cans blue, need one for both hands, baby, grab two. Lay out on the front and get your tan on. Water to my knees, 100 deep, better than sandbar. No keeping track of time, fuck a last car. Eyes on the prize, everyone looking like who she, baby. يا عيني يا عيني الأجواء اليوم. لا 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 ما أقبل ما أقبل. فين يا يا ما مو لقمة واحدة بس يا لقمتين لو سمحت لا يا يا اسمي فرد لما يكون في ريش دنيا واحدة بس يضحك علي انت المرة الجاية يضحك علي هو معناته كيف يجوعني ثانية ايوه في 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 هاي اللي يضبط يجوعني والله انا شوف اجي الدوار ما اقدر استغني عن دي
هذه الدوار المصري عاد معروف. نحن قبل كذا اكلنا في مصر ورحنا سوينا حلقه ثانيه في فرع التحلي، الحين نحن في فرع ريتس مول يا جماعه، ضبطوا الاشياء في الفرع فمفتوحين من يوميا من 7 الصباح. ايه نحن بس 7 الصباح. انتم من 1 الظهر لساعه كم؟ من 1 ل 1 12 ساعه اكل مصري. روح قرب 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 يا شباب قرب. ال 11 من 1 ل 11 يا جماعه، من 1 ل 11 بتتعدى كثير. ملوخيه يا ام حنيفه، المرقه بتطيح، المرقه بتطيح. شوف حسام الله على اللحمه، تاخذ وسط اللحمه بعدين وراها ايه. صراحه هذا التشكيلة مختلف عن التشكيلة اللي فاتت صح؟ المطعم الوحيد اللي أتحداك تيجي تاكل طبق والمرة اللي بعدها يختلف طعمه صح؟ أيوة. عندهم كنترول في موضوع الكواليتي، كل مرة تاكل نفس الطعم. يعني شوفوا أكثر الطلبات اللي موجودة هنا ممكن نزود عليها حواوشي وطاجن البطاطس، هذه الطلبات لازم تذوقوها. مكرونه فرن بالذات دي، مكرونه بشاميل ايوه احبها اموت فيها، بس هذه المتميز عندي هنا بالذات. انا عارف ايش مشكلتك معها، دائما تمسك عندهم المكرونه فرن يا جماعه تقعد 6 ساعات حاره. هذا الكلام قلته انت ولا من كيسك؟ لا من التصوير يعني. اوكي طيب. حاجة فخرة جدا، كاتشب يا عيال كاتشب. ايه استنى عند الموضوع. شغلونا المطعم يا جماعة وجابوا الستاف. رقاق. ناخد أول لقمة كده. مع التحينية. ده الممبار. ايش؟ اللقمة الثانية. ناخد السجق. نحطه الرقاق كده. ايوه من هنا متاكد حيجوا ناس يقولوا لك ده مو اكل مصري. هذه شكلها مصريه؟ ايوه. هذه شكلها مصريه؟ ايوه. والله؟ ايوه. مو لبنانيه؟ لا. وهم تضحك عليه. لا لا استنى يعني هي مشاوي تتسوى في كل بلد. في لبنان وفي في مصر. لا مين ابتكرها؟ ايش لبنان ومصر؟ ها؟ في كل مكان. ليش في كل مكان بس ايش كل مكان ليه مذاق؟ ليه نكهة؟ أنا أول مرة أشوف واحد مش شاهي مصري الساعة 3 الفجر. ما قد صار. ما تشتهي أكل في نص الليل؟ في آخر الليل أكل يعني إيش في؟ المحل عنده فرع في التحلية وعنده فرع في ريتسي، تعالوا كل الظهر، العصر، المغرب، العشاء. اسمع انا لما اصحى من الليل افك الدولاب اجيب توست ونوتيلا كده ولقمه وارجع انام. ايوه ايوه دقيقه عشان يصير في منطق في الحلقه. ايش المفروض الحلقه دي نتكلم مصري؟ ليش بس؟ طب يلا نبدا من الحين. يلا يلا ما تجيب لي حتة يا صغير. حتة من ايه يا حبيبي؟ عاوز حتة من رقاق. خد حتة من قلبي. حبيب قلبي. حبيبي. حبيبي. خد يا حبيب امك. ممكن طحينة؟ طحينة يدي له طحينة. طحينة. حبيبي. طحينة ما ترحمهاش. شكرا. شكرا حبيبي. عامل ايه؟ طحينة كلها. لا. هنتكلم مصري. اللي يتكلم سعودي 500. على كل غلطة. ايش دخل؟ نتكلم مصري تحدي. طب ادفع 500. لا لا بالرد. خلاص نبدا من بعيد. مش عايز تتطوق؟ مش عايز تتطوق. أستاذ سلطان عايز ايه؟ حضرتك شباتي ولا ايه؟ ايه لسه. اوكي. في اكلات ساعات تحس انك عايز تاكلها كده بدون عيش بدون اي حاجة زي البامية يعني؟ ساعات كده يجيك نفس انك تاكل الباميه زي ما هي. هي الباميه بتتاكل مع رز وشعريه اصلا. رز وشعريه ولا معاي؟ بس بالملعقه كده ما فيش حد بياكلها سهل. بالله؟ بالله دي سعوديه بقى، نحن دلوقتي مصاريه. صحيه وربنا. ما فيش حاجه وربنا وربنا بالله دي مش نابعه معاك بالله.
عشانك يا شريهان انا بطلت احب نورهان. الله هي لسه مين شريهان ومين نورهان؟ هي لسه مكلماني امس بتقول لي سلم على سوس حبيبي ده سبتها خلاص دي بنت بيض وكده خلص يا اسامه ده ليش انتوا خلص عشان نجرب ده خد خد الوصلة؟ لا لعلمك اتكلم مرتين سعودي فانا هتكلم سعودي مالي دخل تتوقع انا ما اتكلمتش بالحلقه اتكلمت بره توقع لا في الحلقه كل حاجه في الحلقه تتوقع الرز هذا يطلع لذيذ مع الملوخيه لا 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 كده رونج ما يصحش خالص اي حاجه بتظبط مع الملوخيه عايز رز عايز دم يا عايز دجاج والله ينفع والله ما احس ان الشعيريه ينفع انا جوي جوي الشعيريه ساب الرز وحط لوز وزفيد دي ينفع ولا فيها زيت انا جيت تايمز دي عبي هنا صح حس محمد حاطط عينه على اللقمه دي ايوه للمعلوميه مساعد اسامه الجديد محمد انا حظبط لك لقمه عشان تعرف ان احنا نظامنا ايش ندوقك بس ما نديك كامل اللقمه ايوه لا مش عايزه تون عايزه حبه مهانئ ونخليها حبتين لا حبه واحده خليها حبتين حبه واحده كده خد 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 ما في شيء تحساس منه لا كده متاكد محمد انا حساسيه من كل الاكل انا حساسيه من الجمبري هو من كل شيء شويه يقول لي انا حساس من الهواء هذا اخذ اللقمه وما رجع صح شكله يتفرج علينا كده يعطيك العافيه اه المؤدب هذا الطبيعي هيك هذا واحد جديد عشان لسه جديد بس بلعت شكرا يا بيه عشان بلعت قاعد توزع اكل ركاب في داني انا قلت لك انا مشتهي قدامي مشروب طب اسمع يا محمد خش جوالي to my knees 100 deep out of the sandbar no keeping track of time fuck a last car eyes on the prize everyone looking like who she maybe off one in that two piece water pit is my intentions I could make it splash what's the cost of risking it all I can pay in cash yeah this is my friend دحين this is my friend we'll be here for ودي اقول قصيدة قول العب لعيب زمان جول. يقول في الأكل المصري قالوا أشعار وقالوا كلام وعملوا أفكار وما عرفوا يضبطوا النكهة باقتدار وصار الواحد لما يشتهي الحواوشي يحتار إلا ما فتح في جدة أكل مصري اسمه الدوار خلى الكل يحس إنه مصر مو بعيدة في الجوار ألعب يا لعيب يستاهل حمامة تحية الروبي نه بس حاب احياه مين روبي حقتها روبي ليه بيداري كده ولا داري تعرفه انت نفسك تعرف عليها مو غلط ايش بده حبي حيه برضو تعرفه انت برضو لا نفسي برضو طيب على الاغاني الجديده حقت كسرت الدنيا هنيكي مش ملوخيه بالعيش يما انا ترى ما احب يعني مو ما احب لا سوري اكل الملوخيه بالرز بس احب اكلها تفضلها بالعيش ايوه حتى ابوي ترى كذا باقي الحلقه الله عليك ليه احس انه السعرات اقل من اخر مره يعني احنا ما تكلنا اول كان تحدي رحنا مصر اكلنا اكلات جينا اكلنا نفسها احس نفسي هنا كملنا المنيو صح احس نفسي جيعان لسه طيب بدي اخذ الرز خلص فيه انت طالع فيها نشوفكم بعد الحلقة ترى الام علي شوف لازم ايش يكمل هذا الصوره ايش قلنا ايش الصوره محمد يتذكر وانت وانت وانا ننسى انا كنت جيعان اسامه ينسى عادي انت تنسى لا انا انسى عادي كيف سحت الاختراع ازاك كيف ركبها فيك كيف بسم الله الرحمن الرحيم استرمجتان يا الله
والله تنسوها سبت يعني. بس شوف كيف، شوف هذه كيف كده تاخذ الطبق اللي فوق. المعلومة عند جوار مصر يا جماعة، بعد ما تاكلوا يقدموا لكم حلا فور فري. لازم تتدمر زيادة. كرانشي ترى مرة عشق المالي، حتى هي حتى مع الحب نبقي أحد عادي لذيذ. دفتم عليه كثير لذيذ، هذا تصريح عليك. نفسي أحد يسوي لي أم علي تحداك فيها يعني كده، يعني ممكن أسوي تحدي عليها بس يكون بطل. بطل ترى الموضوع بسيط سلطان، ممكن تسوي لهم علي بكرة. بكرة خلاص أنا حجيب لك أم علي بكبرة صامة معاها. والله أمي وأنا صغير كان تسوي لهم علي. واو كده نكون وصلنا لاخر حلقاتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، تشتركوا حلقة في كل مكان، ولا تنسوا تزوروا فرع دوار المصري فتح برنسي مول في حلته الجديده وفرع الثاني في التحليه. يعطيكم الف عافيه. اسمع احبكم، كان معاكم سحس. ايش سحس انت؟ سوسو. كل مره تقف تقول انا سحس. سوسو في عينك. والله انا ما صدقت الناس بطلوا يقولوا لي سوسو. فلو سمحت لا لا كان معاكم سوسو وسحس. بدينا شغل هباله. اسمع أنا ما تبي تفك محل ثاني تاكل شيء؟ افك نفك محل ثاني. انا بفك البيت. يلا البيت. والله ما امشي لما اخلص دي. خلص يا عم امشي معايا يا حبيبي امشي. استنى استنى ما حد اكل دي؟ ما حد اكل دي؟ ما باكل. تعال تعال. ثانك يو.